وإذا بقي أغنياؤنا ومترفونا يعبون الأموال ويكدسونها في الخزائن ويزيدون الأرصدة ويتطاولون في البنيان وينسون أن للأمة حق في أعناقهم وأن واجب في المال سوى الزكاة في هذه الأموال التي يجمعون ويكدسون ويتحركون لجمع كلمة الأمة ولوحدة صفها، فيناصرون الفقراء ويساندون الضعفاء ويكفون الأرامل واليتامى والمحتاجين ويخفف سعارة وحرقة البطون الجائعة الملتهبة ويدرك آلافا مؤلفة في كل منطقة تعيش تحت خط الفقر بحاجة في اليوم والليلة إلى الأود لسد الرمق لهم ولصغارهم، لكن أين من يعيش في النعيم أن يشعر بمن يعيش في لوعة الفقر ومأساته؟ لو أردنا أن نقوم بجولة الآن، يا من كل واحد منكم مائدته الرمضانية في اليوم على الإفطار والسحور تتجاوز عشرات الآلاف من الليرات، ويا من نتفنن في المأكولات والمطاعم والخروج والدعوات والولائم، ويا من نجعل رمضان موسما لكل ما لذ وطاب ونبذل الأموال. لو أردنا أن نذهب في رمضان على بعض الأحياء لن يصدق بعضنا أن هناك من يعيشون تحت خط هذا الفقر. لن تصدق أعينكم ما سترى، أناس يعيشون في أقواخ، أناس يعيشون في مغر، أناس يعيشون بين القبور، أحياء أموات مع الأموات، أناس لا يجدون على الإفطار والسحور في كل يوم إلا الخبز والزيت والزعتر، ويطبخون حتى برهلهم بلا إدام وبلا قدرة على أن يطعموه بسمن أو حتى زيت. لا تصدقون، لأن البطون المترفة لا يمكن أن تتوقع أن هناك جوع على هذا المستوى تعيش من حولهم. لذلك قالوا ليوسف لما تجوع وأنت على خزائن الأرض؟ قال أخشى إن شبعت أن أنسى الجائع. ويأتينا شهر الصيام لنشعر بلوعة البطون، لنشعر بالجوع والعطش والظمأ والمحتاجين، فأين التكافل وأين التراحم وأين البذل؟ كان صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه معه. كان صلى الله عليه وسلم يتميز في رمضان لا بتراويح 20 ركعة وأن نقنع أنفسنا ونقنع الله بأننا أدينا شكليات تقليدية مكررة في كل رمضان من العبادة أو نخرج قليلا من طعامنا، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فأبرز خلق في رمضان هو الجود والكرم والبذل والعطاء والمواساة وإعانة الفقراء والمحتاجين والضعفاء والأرامل واليتامى. نعم يا عباد الله، هذا ما يجب أن يكون.